كما يعلم الجميع نحن نواصل فريق سكاي نيوز عربية نواصل تغطية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77. هو يوم مميز في الواقع في جدول أعمال الجمعية العامة. أبرز ما سيحصل اليوم هو كلمة الرئيس جو بايدن، وأيضا هناك ثمة اجتماع سيترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمسألة الأمن النووي ومدى انعكاسات ذلك على أمن الطاقة والغذاء والاقتصاد وتحديدا في القارة الأوروبية. قبل أن أتحدث مع ضيفي لابد من أن نستمع من زميلي مجدي يازجي حول أبرز هذا اليوم المهم في أعمال الجمعية العمومية. مرحبا بك مجدي، هل لك أن تطلعنا على ما هو المحور الأساس برأيك الذي سيتخلله هذا اليوم؟ بالفعل جو، كما سبق وأشرت وأسلفت، اليوم يوم كبير وحافل جدا، ننتظر فيه الكثير في الحقيقة من الأحداث هنا في مبنى الأمم المتحدة. لعل أهم هذه الأحداث هو الكلمة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. ما الذي سيتحدث عنه؟ ما هي الملفات التي سيطرحها؟ وإن كان جو كما تابعنا في طريقنا للوصول اليوم إلى مبنى الأمم المتحدة الشوارع شبه خالية شبه مغلقة، كما تشاهد خلفي هنا انتشار أمني مكثف للغاية قد يكون غير مسبوق أيضا في شوارع مدينة نيويورك، وحالة من الغضب من سكان هذه المدينة بسبب هذه الإغلاقات المرورية، وكل ذلك طبعا تحفظات أمنية لحفظ أمن الرؤساء وقادة وزعماء العالم. واليوم طبعا يأتي الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلقي هذه الكلمة. جو ننتظر أن يتحدث بالتأكيد عن الحرب في أوكرانيا، عن الموقف التصعيدي الأخير الذي أتى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحديث عن الإعلان بالتعبئة الجزئية، بالحديث أيضا عن التلويح مرة أخرى جديدة بالسلاح النووي. يعني ليست فقط روسيا دولة نووية، وإنما أيضا أمريكا كدولة نووية ودولة نووية كبرى. ننتظر أيضا موقف آخر من الرئيس الأمريكي ليرد على بوتين إن فعل ذلك بالفعل. وأيضا هناك كلمة أخرى منتظرة جو، هي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتابعنا في الأيام الماضية جو حالة غضب عارمة أيضا هنا في الشارع في نيويورك من عديد من المتظاهرين المناوئين للنظام الإيراني. يعني اجتاحوا الشوارع في نيويورك بالعديد من المظاهرات الرافضة أصلا لوجوده ودخوله إلى الأراضي الأمريكية، وبعد ذلك وصوله إلى مبنى الأمم المتحدة. وبالتالي يوم حافل جدا وننتظر فيه الكثير. نعم. إن صح الوصف التعبير من الإثارة السياسية جو. طبعا طبعا مجدي، مسألة ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال التعبئة العامة سيكون محور أساسي في النقاشات اليوم وتحديدا في كلمة الرئيس جو بايدن. مجدي يازجي أشكرك على هذه التفاصيل. أتحول إلى ضيفي وهو المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. مرحبا بك سيد دوجاريك. بداية، سمعت ما قاله الرئيس بوتين من خلال الدعوة إلى التعبئة العامة، أتعتقد أن هذه هي رسالة من بوتين بأنه يرفض الدبلوماسية، يرفض مساعي الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الأوكرانية؟ ما هي قراءتك لذلك؟ شكرا جزيلا على استضافتي. استمعنا إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم، وذلك أكد ما كنا نحن نؤمن به بأن هذه هي حرب فعلية، ويؤكد أيضا ما كان يقوله الأمين العام للأمم المتحدة، أي أنه لا يرى أي آفاق مباشرة لأي حوار سلام. ولكن لا يعني ذلك أننا لا نعمل مع مكتب الأمين العام لمحاولة قدر الإمكان تضييق الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تسهيل التجارة بالحبوب الروسية وبالأسمدة الروسية، وهو أمر ضروري للكثير من الشعوب من حول العالم لمنع المجاعة. دعني أسألك سيد دوجاريك، نلاحظ أن ما يقوله الرئيس بايدن، اللغة أو اللهجة القاسية تجاه الرئيس بوتين تجاه التدخل الروسي، يختلف عما يدعو إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش فيما يتعلق بالدعوة إلى التهدئة. هل الأمم المتحدة كمنظمة دولية تسلم أو توافق على المقاربة الأمريكية لمسألة النزاع الروسي الأوكراني؟
Look, if I understood the question correctly, obviously this is a time. نعرف أن هو الوقت المناسب حيث سيلتقي فيه العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة ويفسرون مواقفهم. ولكن نحن نرغب برؤية نهاية هذا النزاع بأسرع وقت ممكن. فالشعب الأوكراني قد عانى كثيرا من الاحتلال الروسي لأراضيها، ونعرف أيضا أن للحرب الروسية تأثيرات كبيرة على أسعار الطاقة وعلى أسعار الغذاء وعلى مكافحة التغير المناخي. بالتالي نحن نريد إنهاء مباشر لهذه الأزمة ولهذه الحرب. نريد أن يكون هناك تخفيض للنزاع. نعرف أن المدنيون قد عانوا الأكثر. نعرف أن أيضا البنية التحتية المدنية هي التي أثرت كثيرا وهي ضد القانون الدولي. ونحن نريد أن يكون هناك حركة في معارضة أي نحو تخفيض التصعيد. لا أحد يختلف سيد جريك على مسألة أن الأمم المتحدة تريد أن ترى حدا للتدهور، وضعا نهائيا أو وقفا نهائيا للانزلاق، لكن لم نسمع بمبادرة سياسية جادة من قبل الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع. لماذا برأيك؟ الأمين العام للأمم المتحدة كان قد قدم خدماته للوساطة منذ بداية النزاع، ولكن لم يتمكن من المضي قدما بذلك. ولكن أنا أعتقد أن الأمم المتحدة والأمين العام كان مهمان جدا، ولا سيما فيما يتعلق بإخلاء المدنيين من معمل الحديد في مدينة ماريوبول الأوكرانية. وأعتقد أنه علينا أيضا على أن نشدد أهمية صفقة الحبوب، لأن الآن نجلس في طاولة عينها في إسطنبول، أي أعضاء من البحرية من تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا، وذلك لضمان من أن يتمكن كل الذين يعانون من الجوع من الحصول على هذه الحبوب. وأعتقد أن الأمم المتحدة كانت مفيدة في أماكن مهمة جدا وحيث تمكننا من الالتفاف من حولها. ولكن أعتقد أنه واضح لكم كصحفيين ولنا جميعا أنه ما من أمال جدية حاليا لكي تجلس الأطراف لبعضهم البعض. ونعرف أن هذا هو واقع هذه الحالة، ولكن لا يعني ذلك أننا لن نستمر بتحسين الوضع، ولكن نحن نشدد على الوقائع كما هي. هناك مسألة تحدث عنها الرئيس بايدن قبل يومين خلال حديث تلفزيوني هنا مع أحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية. تحدث أن بوتين منبوذ، لكنه أشار عن أو أعرب عن قلقه حيال مسألة السلاح النووي. اليوم الرئيس ماكرون سيترأس اجتماعات الأمن النووي في العالم. هل ثمت قلق لدى المنظمة الدولية من لجوء الأطراف المتنازعة إلى استخدام السلاح النووي؟ I think it's unthinkable. لا يمكن التفكير بذلك، وبأنه في القرن 21 سنواجه خطر الأسلحة النووية. كنا صريحين لمكافحة انتشار الأسلحة النووية وذلك لعقود طويلة، ولكن هذه الحرب في أوكرانيا رأينا أن هناك ازدياد لخطر استخدام الأسلحة النووية، ولكن أيضا خطر المرافق النووية. هناك مثلا مرفق زابوريجيا، وتمكننا من إرسال تقنيين من الأمم المتحدة إلى هذا المحطة للتأكد من سلامتها، وتعاملنا على سلامة هذه المنطقة من حولها، لأن فأنا يتم استكلاها فيها كقاعدة عسكرية، ونحاول التأكد من أنها ليست مستفهة بأي طريقة. وأعتقد أن على الأطراف مسؤولية كبيرة من حيث ضمان أن كل المرافق النووية الأوكرانية بسلام وأمان. ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أشكرك على حضورك معنا هنا في هذه النافذة الخاصة التي تقدمها سكاي نيوز عربية. تحياتي، شكرا لك. مشاهدينا، أتحول إلى ضيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون في واشنطن، الدكتور البروفيسور ريتشارد تشاسيدي. مرحبا بك بروفيسور تشاسيدي. بداية، سمعت طبعا دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى التعبئة العامة. هل برأيك هي دعوة سياسية تحاول التغطية عن الإخفاقات العسكرية الروسية، أم أنه جاد في هذه المسألة وأنها ستغير
المقاييس والحسابات على الأرض. ما هي قراءتك لذلك؟ فيما يتعلق بالطابعة الروسية، نعرف أن ذلك كان ما كان احتمال يفرضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن نحن نعلم أيضا أن السيد بوتين كان يريد تفادي ذلك قدر الإمكان بسبب التداعيات السياسية الداخلية لمثل هذه الحركة. ولكن تكلم المحللون لفترات طويلة عن كيفية الإخفاء بعض الإخفاقات العسكرية الروسية، ولا سيما في الشمال الشرقي حيث تمكن القوات الأوكرانية من استعادة بعض الأراضي. بالتالي من المحتمل من أن الرئيس بوتين أن يدعو لمثل هذه التعبئة، لأنه يتعرض لضغوط متزايدة ليس فقط من المتظاهرين في روسيا الذين لا يرون أي قيمة في الحرب الأوكرانية، ولكن أيضا من الجيش الروسي الذي يريد أن يشهد احتمالات أفضل مما يحصل في الميدان. بالتالي هذا تطور خطير جدا وجدي جدا. ولكن يبقى خيار آخر، ألا وهو أن المحللين أظهروا قلق لهم بشأن احتمال استخدام السيد بوتين للأسلحة النووية التكتيكية، وبالتالي سيغير ذلك كل تركيبة النزاع بحد ذاته. ولكن أعتقد أنه من المهم أيضا أن نذكر أن وزير العدل الأمريكي ونظيره الأوكراني قد وقعا على اتفاق يعمل على تعزيز الجهود، وذلك لسعي التحقيقات في جرائم الحرب وبدء كل الإجراءات القانونية المرتبطة بها، وذلك مع ظهور تقارير جديدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في خاركوف، بالإضافة إلى إزيم وغيرها من المناطق على سبيل المثال. وبالتالي يتعرض السيد بوتين لضغوط كثيرة، وبالتالي ليس من المفاجئ إعلانه مثل هذا الخبر. كما تعلم أن الرئيس بايدن سيتحدث اليوم، كلنا يعلم ما هي مواقف الإدارة الأمريكية تجاه الصراع الروسي الأوكراني. هناك مطالبة واضحة بأن تسحب روسيا كل قواتها، لكن ألا تعتقد أن على بايدن أي يخطو خطوة ذات طابع دبلوماسي يمكن من خلالها أن يلتقي الرئيس بوتين ويعيد تهدئة الأوضاع؟ لأن كما تعلم لأن لذلك انعكاسات جادة على قطاع الطاقة، على سوق الطاقة والاقتصاد في أوروبا. أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى الخطاب الذي سيدليه السيد بايدن، وبالتالي الخطوات التي ممكن أن يأخذها. وبالتالي نعرف أنه كان دعا الكثير من الدول. نعرف أن البعض منها كان قد انتقد روسيا، إلا نعرف أن هناك علاقة بين الدول النامية وروسيا، ونعرف أيضا أن هناك الكثير من الدول غير مسرورة بشأن أسعار الغذاء، بالإضافة إلى الإمدادات بالغاز الطبيعي والنفط. وبرأيي وما تشيرون إليه من خلال سؤالكم هي أننا نشهد نوعا من المصادفة والاصطفاف بين العديد من الوقائع، مثلا التغير المناخي، ظاهرة انتشار فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، وكل ذلك يؤدي إلى نقص في الغذاء. وأعرف أن ذلك سيؤدي إلى أزمة غذائية، ولا يقتصر الأمر إلى أفغانستان وسوريا واليمن وغيرها. ولكن نعرف أن روسيا تملك أيضا ورقة ضغط، إذ منذ يونيو نعرف أنهم كانوا قد حدوا إصدار الحبوب القمح من خلال موانئ البحر الأسود. وفي حال شعر السيد بوتين أنه من مصلحته إيقاف هذه الإمدادات سيفعل ذلك. بالنسبة لي هناك نقطة أيضا مثيرة للقلق جدا في هذا الموضوع، ألا وهي أن ما حدث حتى الآن هو أن روسيا دعت
إلى التشكيك في الانتخابات في دونباس وخرسون، وبرأيي ذلك سيؤدي إلى زيادة الاعتداءات في هذه المناطق من القوات الأوكرانية مع تقريب الانتخابات، ولا سيما أن سيكون هناك امتيازات أكثر للمرشحين الروس، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى هجوما إلى روسيا بحد ذلك، وسيؤدي إلى تأجيج الوضع أكثر مما عليه، ويزيد الضغوط على التحالفات الغربية فيما يتعلق موقفهم ضد روسيا. نعرف أن بوتين تحت الكثير من الضغوط، ولكنه يملك ورقة ضغط بإمكانه ممارستها. أعذرني بأن الوقت انتهى. أشكرك جزيل الشكر على حضورك مع فريق سكاي نيوز، مشاهدين تغطيتنا لأعمال الجمعية العامة في دورتها 77 هنا من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.